أرضي هاي أرضي هاي علمي جواي فتينا ذما هجاي نار نوا وداد في الكاكا قاد كاتاي واسدارور إيو شمس إيو أوكتا وابري وقري أقبادوت قدال كويل سماتاي وانا آلت لغو حوك سدو لغو أذيك تاي وعين كجرني أركان دي وصوم قرها وعمر قايل وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر للصوم مرنوا أسبابها نفلوه كوانتقالاني مرنوا إليس حقا لغو أغذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجرني أركان دي وصوم قرها وعمر قايل وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر للصوم وشرط الصوم صوم الشرط جيسي وحوي حق فعل كي يصام انت كاينو وعد بين دفاي كل عين عين كسي شيء صوم وقدر هيبتونكي تاسو وصلت قادي إلى مسمى جوفين شوف ميل ميل هوس أو شوف هوس يعني وين أنا وح عينه مقدارين ولا وح لعنة بيانها سادة هذا غرور عام فتاتير هذا يمر خي قادو ده سوم كي واجب نيسا بمن فذين تاسو ولي بخي قادي ميل من فذ هو دلوشا محو هلقا كسارة يا مسام تنيا ميلها نشرك وكان يفسده كل يحي een timaha de wixii marka duuri ama salidiya la mariyo ee marka halka kaliiga taas iyo cabay mise meel furan way iga gaadha iyo mayrashada iyo wax yar in kuulashada iyo bimanfadi min manfadin manfadi meel furan ka gaadhi wadhikrin sawman وما عذكر الصوم وين الصوم كنا حسوسين هيو هدو وحونو أما وحابو كما أفر اليوم ويا حديث صحيحين بخاري مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه قوي إلا هو استغوى صومنا وحسكعنا معبا صوم كيس هذا ما يسترته إلهي باقوذي أورابي رواية قال ولا قضاء عليه وعقضاء لقول لي يهين ما تشرت أي رأس ولبوا إن مختار يهيو دورته حد إلا قصبين إستغر هبا فربته سوم جيسي كتب الميسو دي لقصبين حتى ما تشوف جي يماشي للهاي وحقارن سي صوم كي لاهره حتى يوحقارن صوم كي ويشمين إيسا أيونا مثالي كالبطن يقول على وشي والدماغ مسكح دي والمثون وجمع مثانة وكاذي هايستي ودبر ضبضي وباطن الأذن إيا النقطة يعني قده دي بطن سيدي وحكو قارا عنيد أما عبد أما دي النبر مركا دي دوشا وحلقا قليئو دي دوشا مركا شايفية النبر كقدعي dimaaga siday ku gaadha de wax sanka lagaga shubay ama yaani nabar ma muma madamiga oo maskaxda gaaray kaadi haysta siday ku gaadhaan wax ibta lagaga shubay ama laga galiyay wana arkayno de ibta imka wax la iska galiyo dabadana sawga xuqnaa wax lagaga shubay baadin uluduna waa taqdiir iyo ku dhibcin ضرب يعني لقوس بيا الله قد بعيه أيه قاريان وعكر أول وشرد يقف دين وعشق الحرام مدي سوقي هاي هذا مركا وحن سمي يسوع مركا حرام مسك جاهلة وهذا نصا إسلامي أما ملك برباري أن علم تشوجن
كاس كوا فري مايو كاسو بارد الشاي المعذورة شاي الكلام لو جم عذور داره. والعمد للوضع والشرط الصوم انتفاء الوضع عمدا وحكى له الصوم الشرط هو إنه ما شكبه وضي معاملية قال ما وريش عزك سبريرة مركا أبوك وأفريا هدو حاسك سيلكل ولو يالي حتى بيبك يمنين وإلا لكم ليلة السياب الرفث إلى نسائكم همين كيبه الحلالي لكن حالي دي تشوتيها مركا واقو دلعو لكن هذه إلو أما قصب أما جاهل التحريم هدوغي يا هي مركا صوم يحبك النغن مايو وبالسقاين وحكى لو شرطي إن دفاوي السقاين يعني إسكا من تجن أينا وإني كررتونا تقفك صومنا وهدو أبريدو أو دي حلقي هنقولي تاتارتو أما هو ده وحكم من تجا يورصده أما هو ده أجان وعمديه توا سوم كوا كبريا حديثي صحيح أها ترمذي يا ورني يا ابن حبانيو نبي جانو صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء قفقه من تكا غالب نوضه هو صائم فليس عليه قضاء وحق الله لكم الله وما ليس قافر يقضي قفقه اسكم من تشيئ لكن حق الله يو أو أخرج المنية بالسمنين وحكى رأينا الشرطية إنه مرقى كدير هذا أو ماشى كربتون هذا بيه ترنك أو وسكاكينو قعنتيس يسوى مختار ودورتي حرم الترنوك أما مباشرة كتب هذا حيث كيزوله كذا أما تاتابتو لأنه مرها دوم معاملة وحاس كيس لا سيون حبا كي منين وسامي كوتشا بيي دين يبيه مرها كي ما دان أو بسك كيرنا مرها وكوتشا بيا يدعو طعام وشوت من أجلي وشوذي إلا مر ما كيدنو قف إلى درتي وقتها لكن محو هالغا كسري هذاي فيرو أما فكر أما إجمو أي كجت ما ضو سوم كيس وحبا كان القن مايو مركا قاب كانوا شيخ ودا دوا قبا يوم مركا خلبا سيدي ايو قبا ورقبا تو ايو دقيا والعمد للودي وبالسقاء او اخرج او اخراج يعني هم كان المسر هو كلام لكن قبا يجيبا وقبا واي ايقا سيدا دين دي قفا كما صدع عيسى اذي اللفظة هذا الاد سيوتري ايا قف قلوح ورقرا مو سيدا اي رهل دي هذي مسيح لها دي كوبتشلتو مركا قاربا هذي اقوار لهم مركه كتبته ايا وحنا بيتك هادو سا كو بدلي لها وي فيعنا الله دي سي شيخ مسكعز كو يجرين وعلى هادورن لها والعمد للودي مع استقاي كذا خروج الماء بسمناء هادورن لها سيدي باي سو وافق لهي لكن مغا وخرج المنيه دافع المركه كدغي واسي وقبتي مركه وحي كدغان دي شرط صحه الصوم وانتفاء الوضع عمدا وان ما شكبحو إنه مركز أبر إلى وضع عمديا واندفاع للسيقاء إسكامان تجن يعني أيضا أبرير يعني أيانا وين ماشي أنفتك ربطا واندفاع خروج المني باستمناء وين أيانا ماشي كبحضا إنه بيه ترك استمناء إسكام صارتك أكيرم أو خرج المني باستمناء بيه المركة معنى سوام كي سمناء كاوا كبر إياه فيبضر أو ما خرج المني باستمناء بكسو صارتك وعلي وكل عين عين لما انت يدنوى عين ما شكب حضير هيب توناتا وسرد جاري مصمى جوف جوف يهوس يميل هوس وحلقو مقعابي بمنفذي من منفذي نكا جاري ميل فران وذكر ومع ذكر حصوصا لقب صوم وحسوسي وذلك الجوف كالبطن وعلوشي والدماغي مسكعدي ثم المثني كاذي هيستي ودبر يضبضي وباطن يهوس يعني بعضه من ذن نكتة والعمد للوطي وإنه مركا ريبتو أنا هذا شرد يسوم وحوينه كريبتو والعمد واندفاع العمد للوطي إنه معاملية قلب أبريره وبيسقاي وشرد الصوم وانتفاء الاستقاء
iskama tajinnina marka wiin meesha ka baxdaa aw akhraj al aw ikhraj al mali ama mali soo saaritaagi aw akhraj al aw ikhraj al mali soo saarideedii bi istimnaayn iska keenin marka uu ku soo saaro wa sunna ma ilm al ghurub yuftiru bi sur'atin wa aksuhu aksuhu tasahhuru wal fitru bil ma'i li faqdi tamri wa ghuslu man ajnaba qabla al fajri wa wa sunna wa hada sunna ma ilm al ghurub دعيد أوجانت هذا اللقب يفطر أن يفطر بسرعة سيدك دجا وعكسه التصحر وسيد عكسيه وصحور شو والفطر بالماء ينكو أفرال السنة اللي فقد تمر تمر ويدد وغسل من مد ما إلى الشدي أي أن السنة أجنبة قبل الفجر وكورن منه ويكره العلق وعلى كرئيس علال وذوق يددم واحتجاب يتوب ومج ماء بيتفد عند فطر مسيام الكافر يوم أما الصياك صائم كيسو مناع ذي شيء بعد الزوال وعلى ذا فاختير وعلى دورة لم يكرهين لك رهي سنين ويحرم القسال قسال قرى وحاران هل كان شاقوعنا وقال الله يا دور مسلو ومسلو ذاكو بادي سنياشي صومكا sunayaashii soomka wuxuuna yiri waxa loo sunayaa qowgii soomanaa ama faral ama sunumidku doonaba ha soomanaade marka wagaada cadceedii inay dhacday an yuftira bi sur'a si degdeg ah inuu afro wuxuu cunayay wuxuu cabayay oo qaato way hadithka sahih ah bukhari muslim warinayaan نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير كسليمان ما عجل الفطر انت يا فرقه الدجيان مركا سياس بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كسوها هذا مع علم الغروب هذه مركا ملا اي تهي وان له بين لو دغدغي مايو waa kala soo noyaash ka mid ah suhoortii nabi guna salaaja wari tasaxaru fa inna fi suhoori baraka wa suhoorta suhoorta baraka ku sugare tasaxaru wala bujraati ma wa suhoorta marka walu aan tuuga biyaaba ha ahaate wa ana suhooran jiray nabi sallallahu alayhi wasallam wa aqsiga afurka waxa la sunayaa suhoorta in la dib dhiga marka habeenkii og yahay inuu baaqi yahay way markaa ay daciifiyaan ba oranaysay ummadaydu khayr ka suulimaysay intay afurka dadjiyaan suxuurtana dib dhigaan laakiin nabiga ayaa dib dhigi jiray kontan ayadu qadar laga akhriin kara u dhaxaysay aadaanka iyo suxuurta nabiga waxa kale oo loo sunayaa inuu timir ku afuro haduu timirta waayo biyo inuu ku afuro حديث أبو داود يا ورينيان إذا كان أحدكم صائم فليفطر على التمر أو كوافر حديث أنو تمرت النبي فإنه طهور حديث يا أبو داود يا ترمذي يا ورينيا وحا كان النبي يفطر قبل أن يصلي على رطبات رطب كوافر جرين تنتكن حديث رطب لوائرة تمر بكوافر جديك لنا وحا أنتو وجرى أنتو قويم بيئة وحا كراشا قولي سنياشا وحا كمدا hadii qofku xaaskiisa la kulmay inuu waagu intaan u dilaacin ka hor umaydo hadii hawana xayidka ama nifaaskii ka go'a habeenimana waaga ka hor inay meelato waxay leeyihiin liyu addi al-ibadata min awwalaha ala tahara si qofku cibaadada bilowgeedaba uu tahara ugu bilaabo ugu guto laakiin haduu dib dhigo oo waagu dilaaco oo marka salaadii subax gaadho uu maydhe waagu dilaaco dib maray لأنه حديث البخاري ومسلم وكان النبي يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم حيث قال الروايه وحي لا دهي نبي هو وابري سنجري سو جريبه لو جماع يقول انه خيريس ليشون احترام هين كدبوا ميلين جلو واسومي جري ان دا و انوغه هادلي سنياشي صومكا هل كان و انوغه ليا مسرد بعد وحياري لو كرهيسني العلق علق حنشدنا والله يدهدا على الانتنا والله يدهدا
marka imika calaalintii xanjada la calaalinayay iyo xanjarabdeedu waa karaaho laano dacanduuqdii bay ururinaysaa hadii uu tufana uu ku aradayo hadduu liqo ay wax la socdaana deewaa ku afurayaa waxa golo kale saadawgu taam raashiki inuu dhadhamiyo ogobay raashiga dee waxa lagu dhadhamiyaa carabka dumarku markay imika karinayaan dee carabkay saaraa marka inay milxisay way garan kartaa iyadoon liqin ayay carabka u garan kartaa ama ay inay sankoraysay baraas iska tubaysa marka waa karaaha uun ee soomiga waxba kiyeeli mise qabaadu carabki wax ku dhadhamiyo dee taratufo waxaa kale ina kale xijaamada iyo marka istifida marka dhig la iska keeno laana way daciifinayaan dee waa khuruujan min khilaafi man abtalahu bisawmina waynadin yacni waadan ka baxaynaa khilaafka cidda tiri soomkiiba ku bareysay madhabkiiba maxmed oo kale afdar alxaajim walmaxjuum xadiidkii isagoo daliishanaya abu daawuud iyo ay warinayaan laakiin imaam shaafici oo qaba xadiidkaas inuu mansuuq yahay waxaa kaloo kareeyaa buu leeyahay inuu qofgu marka uu afurayo intuu luqluqdo inuu tufo aw luqluqasho ugu horeysa marka adee soo toosta ee aada urdiga soo toosaa loo luqluqdaaye yacni afurkii intaad luqluqatay inaad deetana afurto taasina waa karaaho laanna waxay leeyihiin dee sida cadayadigo kale ay u karaayeysaan iyo waxay leeyihiin dee waxay ka dhigan tahay ilay waxaa nabigu sallallahu calayhi wasallam khalufa min saaimi adyabu cinda allahi min riixi lmisli qofkan sooman afgiisa urta ka soo baxaysa ayaa ilaahay egtiisa ka udgoon riixda miskiga dee tiyood iska tirayso luqluqashaa la diidaye balka sigaar ku bakhtiyan maxaad u malayn waxay ka dhigan tahay taasi ilaahay anigu waxaa agtaada ku udgoon iyo riixdaa ma rabay qarbuunkaasaan rabaa anugu weeye marka taasina waa wamaju maayin cinda fidri min siyaam ama istiyaaku saay min bacda ziwaal fakhtiira inuu cadaydo qofku intay cadceeddu suushay dabadii madhabka dhexdiisa waa makruuh soomkiisu waa sunahaadee oo waxay leeyihiin lakhaluufa min saami adyabu cinda allahi min riixi lmisl khaluufkaasi inta badangelinka dambe ayuu yimaadaa sheegidda laynoo sheegayna waxay na tusinaysaa talabi baqaa'ihi in la daystaa inay fiican tahay cadayguna wuu tagsiinayaa bay yidhaahdeen saasay u karaayeyseen markaa laakiin wuxuu dooranayaa imaam nawowi oo muxadiskii markaa muxadisiinta markaa madhaba ka mid ahaa sida sheekh maxamed saalix cuthaymiin uu qowl mufiida ku sheegayeyna madhabka ugu muxadisiinta badan huwa almadhab ashaafici culimada muxadisiinta ay madhabkay ugu badan yihiin waa madhab alimaam ashaafici maalikiyadaa kusoo xigta bu xanaabiladaa kusoo xigta xanaafta ugu bidaaca yar xanaabilada xanaafta marka imaam nawowi waata inu soo maraynay wakhtiiran min akrin lilaxmi ljusuri hilibka geela cunidiisa in laga weysaysanayo waa kii doortay markuu daliilka eegay masaladana daliilaanteeda marku eegay wuxuu leeyay karaaha maaha nabiguna xilli walba waa cadin jiray fakhtiira markaas fakhtiira hadaa arka waa fakhtiira lam yukra inaanay karaahin baa doon imaam nawowi ikhtiyaaraadkiisa weeye wayaxrumu lwisaal wisaalna waa xaaraan wisaal waa maxay waa inuu ama soomku fala ama soomaaliya laba maalmood inuu xidhiidhiyo oo maanta oo dhan buu soo soomanaa ma afurin ma cashaynin ma suxuuranin sidii buu soomkii markaa ku waday waa la diiday nabigu sala allahu calayhi wasalam yacnii wasaalkaa waa diiday markaas ayleen yaa rasuul allah dee adiguba waa adiga sameeya war anigu idinkoo kale ma yihi buu anigu idinkoo kare ma yihi adiga waa lay qudiya waa lay waraabiya xagga ilaahay baa layga qudiya layga waraabiya marka anigu idinkoo kale ma yihi ee wasaalkaa samaynin waa markuu dee u camdi u bareedho dee hadduu xanuunbaha ayuu waxba afka saari kari waayo dee taas iyadu dhib ma leh waa markuu dee u camdiya waxaan cibaado ka dhiganayo ayaa la diidayaa
وعلي وصنة وحل سنة مع علم الغروبي لعد عليه وقاشا للقب يفطر أن يفطر تسمع بالمعيد خير من أن تراه بسرعة سدك دقين وعفره وعكس وتصحر صحر شرع عكس وعكس أفرق أسوأ هذا إساقنا إن لدبلغو مركا أدوكتا يواجينا الدلعين بافي عنه والفطر بالماء بيين لغا أفرا لسنية لفقد تمر تمر مركا لواي وغسل من مد ميرشدي أيا صنع أجنب جنابه قبل الفجر واي كورن ميدو قبل الفجر غسل يتعلق إساء ويغرول العلق على لند أبحن شدي أيا لك رئيسا وذوق رياضة من تلاشيك وعرب غفو لنمين يسكتو فيه واحتشام توبين كي أيا كرهيا ومج ما ينبي تفدي عند فدر من سيا مركو صوم كافريو أما سياك صائمين كي صومنا عذي الشديسة بعد الزوال هو عذي ذو فاقتير وحالة دورة لم يكرهين لك رئيسا ويحرم الوصال حرينين صوم كي لا يسكو عني ريو لا يسكو دواق بطو لما الموضن وكراه وسنة صيام يوم عرفة إلا لمن حج حيث أضعفه وست شوال وبالولاي أولى وعاشورا وتاسوعا وعلي وسنة سنة وحوي صيام يوم عرفة ما ريت عرفة سوم كذا إلا لمن حج لا لمن في الحج يعده سوى المويان حيث ماشي ولي أضعفه وضعيفية وتورد رئيسين اليوم وست شوال لعلى شوال أيها السنة أيام وبالولاي حرير أيها أولى مدن كرقين تيذا وعاشرية وتاسعية لسنة أيام وصوم الاثنين اثنين صوم قيدة لسنة أيام كذا الخميس نوال من مع أيام بيض أيام البيض كاللقاء مع أيام ليالي بيض هبين نضع عدم المهودة أيها لسنة أيام أيها قرم هل قام الشيخ ونوكر يا سنة يا صوم كي سنها وحكمنا مالية عرفو صوم كيدة عدي أن حاجين وام بشد الحج الله إلى ما نتي سقال قطعي نبي قل صلى الله عليه وسلم وعلى حديثك الصحيح أيما مسلم ورينيو صام قام مريت عرفه إلهي وحن كير شيني إنه سنة كوري سنة كضم يودافو معنى الذنوب لا بس سنة ضد أما وعي أنا يودافو وحد ضمن أي جيل عليه وأنا يعني أفضل أيام السنة بينت ما نتي أقول فدي قبل مني وعدي أن حاجة قصرين حاجة أهين أما هدو حاجة إساقا ما نتعرف الله مصرين وعفر الله سنية هل كان مركا أولي حيث أضعفه هديو ضعيفين يوهي وكاد ضعيفين يدعى ذي أعماشي حاجة ما نتعرف ووش ضعيفة بيليين أمركا سواء أما ها ضعيفي أما يو ضعيفين ما نتعرف أفر الله سنية وهي النبي صلى الله عليه وسلم ما نتعرف أول دعاية أول ومويال هايسك أفره وحكى رأي رأى سنة يابوري لحمة المود أو شوالة عيد دوين لصماء يأينا لصماء ويا النبي صلى الله عليه وسلم حديث يسعين من مسلم ورين أيو وعلي قفق الصامر رباداين كدي من اللح شوالة الرعية سنة كوردن قف صماء أيو لميدي هاي بيش رباداين طوان بلود أيو لغانتا لحدة ما المودنا اللواء بلود وصنة كيساس يوكو صعب هذا أبو حلاي هاي شاهو إن لحريريو لحمة الموضة إصلاح حريراء صونتو أيام مضان وقت كنا جنجر دام مالين ما ملبات كنا يكرتا لكن الحريساء كوناكسن وحوالي بكسي وناكسن ما يلادين إن عيد داركو حريرسو نوي كسي في عند تازوو سهلا مالكيو دا كراديد حديث كان قارين بالا أركا ويسو حلاي دي وحي نقونا يسادين لقو حريريو waxaan qolaysaa de waxaan soomkii bishar wada kamid in la xiriiriyay taas ay aamad u qaadanaya ka isigu deelay xadiidka ayaan soo gaarin baa lagu cudur daara qofka isagoo qallal lagu leeyahay shwaal ma soomi karo ma soomi karo asalatan hortu qofka isagoo far lagu leeyahay sunna waa gudan kara misaladaas waa misal macruufa laakiin misaladan bidaat هذا غير خطبة وحي تلماما يعني ملك حديث جاء ذاكتو من صام رمضان ثم أتبعوا ستا من شوال كاركس يام الدهري
أجرك واحد هلي كرتا مركز صار ودان ودان وذا صنطه إيه أدلح شو أنا رعيسه حديقة لله وقول لي هدي رمضان ما تسومين من صامر رمضان كم يشتري أدو من صامر رمضان أدي كم تيجي دواي كاردي ما تبعد رمضان بعد صنطه بخير لي عدنا ذرا عيسي دي أجري كار كسي أمي دهري دي تيماش ما تلا وياك خلا دي ما تري سي أدمر كاتاوه شو دي وين أثرت قليل دم يسيا كدي من أثر عيسى لكن أدو صامو دي بنية شوال وقصب وكان صح عيسى لما نقول من يوم مر هداي يعني اللي بعي بهذا مد وليه مغسول سي أضوط هاي يعني اللي اسمه راعين اليوم وعكر الله سنة يا أبو لشاقو مارين دا عاشورا يا تاسعا عاشورا ومارينتا بيشا محرم ليلة أول سنة شهر الله المحرم أي طبعا كتري تاسعا ومارينتا ساقال كتكور ريسا حديثي ساقال سايعا وحوها سيام يوم عاشورا احتسوا على الله يكفر السنة التي قبل السنة دي كور ريسي إنه هيقود من دافن كورا شينية حديثي مصري وحوها دان سنة كتن بقارو مارينتا ساقال نوان كدري imam shafi'i wa ay sunaynayaan maalinta 19aad in lagu daro markaas ugu fiican waa 19aad 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 kaliyana 19aad kaliyana waa toomi kartaa 19aadna waa toomi kartaa waxa ilaa waa ihtiyaad iyo muharabada yahuud waxa kala la sunaya soomka maalinta isniinta iyo khamiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dadaali jiray hadii ay sax soo tilmaamayo waxaan u dhigay amaasha isniin iyo khamiis ah la bandhiga waxaan jecelahay in la bandhiga amalkayga waana saaim aniga oo soomaan waxa kala yara la sunayaa abu laayahay siyamul bid wa siyamu ayami layalil bid habeenada cad ee dayax markaa u dhameyska tiran yahay habeenada cad markaa habeenada cad maalmooda in la soomo waa 13 14 iyo 15 waxa tilmaamaya xadiidiga nasaay warinayo ibn hibban fi sahihihi u leeyahay abu dhar amara rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam wuxuu nafray anna suuba min ashari 3 ayyam 3 maalmood inaan ka soomo 13 14 15 laakiin waxa la yiri waa wixii aan ahayn deedi al-hijja لأنه ما رضى الصدق هي الطولات ما حين قرئ سام ده واحد نقرئ سام مركا يذا واحد يك ما واحد ما المه هذا سأي نقرئيان ده يوم تشريق بين مركا كل عيان يوم تشريق بين مركا ما رضي الصدق هي الطولات كل عيسام مركا ما مارين كلام مركا يا 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 لقوا بدري مثل ساس أي مارين ده كل عادي حلو ما ذم مثل هذا ما يكادين ayaan ulbiid kana markaa in la soo ma ayaana la suneeyaa hadii aan ayaan ulbiid ka laga dhigin laakiin bilka 3 isha laga soo maana ayuuna waa ku gudaysaa bisha ina 3 maalmood ka soo daaya sunna waliba hadii aad waday in ayaan ulbiid ku noqdaana way fiican tahay waya hadithigii sahiha ay Abu Hurayra Bukhari warinayay awray wuxuu Abu Sari Khalil bi 3 abu idardarmay صدق عزوع عن سيام الثلاث أيام من كل شهر بلك السير من صدق مع الموت كصوم وريعت الضحى لبده ريع ذود برقضة إن كتجين وأن وتر قبل أن أنام أنت أنام سيحننا إن وتر جيت كذو صدق لا الرماد أيو يدر دار مبول مرك أنا صدق لما الموت أيام ما يوم البيت كأغلق تواي في عندي هديك كلام مرك هذا جار كذا وصون تنا أضم المك كلا كلك تنا ودب مري وسنة سنة وحوي صيام يوم عرفة ما رنت عرفة صوم كذا إلا لمن في الحج إذا مركا حج كرسوا المويان حيث ماشي أضعفه مركا وضعيفين تبردر نسيم وستة شوال لح شوال صوم إذا ضيالة سنة يوم وبل ولا حرير لا حرير يوم لح مركا حرير سنبا أولى من تفريقها ومتصلة بالعيد بأولى إن ولي عيد الله حين صدق سيف عن مركا إن يخدم بيسهم وعشرية وتاسعة طبنجة محرم إيه سجالك محرم إيه رواسنة وصوم الاثنين اثنين تصوم كذا كذا الخميس وخميس صوم كذا ينا والله من مع أيام بيض مع أيام الليالي بيض هب النذا
عد يضيع مركا دميسك تريه مالموضة إلا الصومانة أيقنا وصنة وأجز لمن شرع والله أعلم لك أنه